معانا السيدة أم محمود، تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يعني اطمع بس ان حضرتك يا ام محمود، سيدة ام محمود، ممكن بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. حاضر حاضر. وتفضلي بسرعة يا حاجة ام محمود. ان زوجي توفى من 3 شهور. الله يرحمه. قالوا لي اقعدي في الشقة ما تمشيش 4 شهور و10 ايام. فانا مطيعة لهذا الامر. طب انا كبيرة في السن، انا عديت ال 60. طيب هجاوب على برضه كان كبير. طيب هجاوب على حضرتك يا حاجة ام محمود واقول لك تعملي ايه. حاجة ام محمود، انت مطالبة بس ان انت تباتي في البيت اللي توفى عنك زوجك وما تسافريش، لكن ممكن تخرجي تقضي حاجتك وتزور اولاد، بس ترجعي وتباتي في البيت اللي انت فيه ده 4 اشهر و10، لكن ما تسافريش. لكن مش معنى كده ان انت تحبسي في البيت وما تخرجيش، لا، المطلوب منك ان انت تباتي في البيت ده وما تسافريش، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل زوج حضرتك في الجنات ويجعل قلبك ان شاء الله في حفظه وفي امنه ويجعلك ان شاء الله في لطفه على الدوام.